السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم، تبارك الله عليكم خوتي الجزائريين، التوانسة، الليبيين، الموريتانيين، سكان العالم الإسلامي، والتحية فلسطين. أخوتي الصباح اليوم صباح مضبب، النصبة ما كتبانش حتى حاجة، ما كتبان أخوتي، دعونا بالتيسير. راه من الصباح وحنا من 6:30 حنا ناصبين، باقي ما جابش الله. هيا دابا 9:30 باقي ما كاين والو، حتى الفطور باقي ما فطرناش. وعلى الفطور هاو، مرحبا بكم، تفطروا معايا، مرحبا بكم. ها القهوة والحريشة فرميجة ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، والبرد، شوية البرد والسمرة من دا كيطيح، لكن الجو ممتع، جو رائع الحمد لله. تا حاجة ما كتبانا، تا حاجة ما كتبانا، تا حاجة، لا ديور لا تا حاجة. سؤال ثم اخوتي وخرجنا اليوم على اساس شي طويرات بويض هاد اليومين ظاهرين باينين، شفناهم بعينينا، شفناهم تقريبا شي 3 ولا 4 في واحد المنطقة شفناهم. وربي باقي ما جابش التيسير ديالهم، كنتمنوا غير شي واحد، شي طفرة زيونة. وباقي ما جابش الله، يجيب الله، وحنا كنتسناو. نبارطاج ان شاء الله، نبارطاجيها معكم ان شاء الله، شدينا شي واحد ان شاء الله نبارطاجيه معكم اخوتي. دعونا بالتيسير، الله يجازيكم بخير، دعونا بالتيسير، هادشي اللي كاين اخوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.